أسرع 3 أهداف دولية في تاريخ كرة القدم. هل الهدف اللي سجله فلوريان فيرتس مع ألمانيا في مرمى فرنسا قبل يومين هو الأسرع في تاريخ مباريات المنتخبات على مستوى التاريخ؟ بكل تأكيد لا يا حبيبي، هو الأسرع في تاريخ ألمانيا والأسرع الذي سجل في مرمى فرنسا، ولكن نجم منتخب ألمانيا السابق بودولسكي سجل أيضا بعد مرور 7 ثواني مع ألمانيا في مرمى منتخب الإكوادور، ولكن هناك لاعب سبقهم ب6 ثواني سجل أسرع هدف في تاريخ المنتخبات. لكم أن تتخيلوا 6 ثواني، يعني يا دوب الحكم صفر على طول، الجمهور احتفل، وهو نجم منتخب النمسا كريستوف. بعد مرور 6 ثواني فقط تمكن من تسجيل هدفه في مرمى سلوفاكيا حتى يكون أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية على مستوى المنتخبات. الآن شاركوني بالتعليقات واكتبوا لي من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ منتخب بلادك، وتحياتي لكم.